الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، محدثكم خالد السعيد، أناقشات المواضيع والقضايا يوميا، وبإمكانكم دائما مشاركة آرائكم في خانة التعليقات وتقييم المقطع بالضغط على زر الإعجاب، ولدعم القناة يفضل الاشتراك فيها مع تفعيل التنبيهات ليصلكم كل جديد. لاحظنا في الأيام الأخيرة تقلبات في الجو، فهالفترة كانت نهاية موسم الشتاء والآن داخلين على موسم الربيع. فعادة في الشتاء أغلب الحشرات الصغيرة والنباتات تتأثر في موسم الشتاء، فمع دخول موسم الربيع بتزيد الكائنات الحية، والسبب يكون وراء تحسن المناخ. فوزارة البيئة والمياه والزراعة حذرت من نوع من أنواع الذباب اللي ينتشر في المنطقة الشرقية، وهي الذبابة البيضاء، الله يكفينا شرها. فأثرها بيكون على أصحاب المحاصيل الزراعية، وخاصة من الخضار مثل الباذنجان والفاصوليا والطماط، وحتى الفواكه مثل العنب والكمثرى. ويذكر أن أيضا لها أثر على بعض أشجار الزينة، فهالذبابة مجرد ما تكون على الثمار بنلاحظ على أوراق الثمار تلف وأحيانا تجعد، وقد أيضا تأثر على حجمها وحتى على نطاق منصات التواصل الاجتماعي. فهناك العديد من أفراد المجتمع يساهمون في نشر الوعي عن بعض المخاطر البيئية، وأحدهم محمد العنيني، وتكلم عن حقيقة آبار مياه عويص الموجودة في منطقة ينبع، واللي أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالالتزام بإرشادات اللوحات الإرشادية اللي حذرت من استخدام مياه آبار عويص. وكويس إن المقطع ما قاعد في سناب شات بس، بل حوله لمنصة اليوتيوب، وأحد الأشخاص اللي في منصة اليوتيوب له فترة طويلة وهو يقدم محتويات تخص البيئة، وهو عبيد العوني. فإبداعات عبيد العوني ما اقتصرت فقط في منصة اليوتيوب، بل حتى في حياته الواقعية. ونزل عبيد العوني مقطع لأحد إنجازاته البيئية اللي سويها تطوعيا، هي أنه يحاول يحيي بعض المناطق البيئية اللي تلاشأت فيها الحياة، ومن ضمن أحد المناطق هذه هي منطقة وادي حنيفة في مدينة الرياض. فعبيد العوني أعاد إحياء إحدى الغابات بمحاولة إطلاق طائر الحباك اللي ذكر أنه كان موجود في الماضي. وحذر عبيد العوني من انتشار شجرة البرسوبس اللي تعتمد على شرب المياه الجوفية ما فيها مصلحة بيئية الباقي المخلوقات. وأيضا حذر عبيد العوني من رمي المخلفات اللي غير أنها تشوه المنظر، فهي تساهم على دمار البيئة. فقام عبيد العوني يستكشف المنطقة، والله يكون في عونه تقطعت نعوله وهو جالس يستكشفها. فعلموه يا ليت يا عبيد تنتبه لنفسك، ترى عينتك نادرة فما ودنا نخسر، يعني إنسان لك باستكشاف الأماكن فحرص على لبس شيء يحميك لا قدر الله إن كان موجود ثعابين أو حشرات سام. وأما عن موضوع الشكوى، فبترك لكم رابط موقع وزارة البيئة، بإمكان للجميع إرسال الشكوى سواء كانت في منطقة وادي حنيفة أو أي منطقة أخرى في المملكة العربية السعودية، وبإذن الله وزارة البيئة والمياه والزراعة ستبادر إذا شافت الشكاوي عليها طلب. عاد على طار الناس اللي يستكشفون المناطق في الوطن، فمنصة اليوتيوب بدأ ينتشر فيها المحتويات اللي لها قيمة وترفع من وعي الناس المهتمين في هالنوع من المجالات. فمن ضمن الأشخاص المهتمين بزيارة الأماكن في قناة جديدة في منصة اليوتيوب اسم البيئة والصحراء، وصاحبها قام يقدم مجموعة من المقاطع اللي غطى فيها رحلته لمنطقة الربع الخالي. وصراحة نتمنى له التوفيق وأنه يستمر في عرض المحتويات في منصة اليوتيوب. وما إذا انتقلنا للمهتمين تربية الأنعام وخاصة الماشية، فقناة أبو نايف تعتبر من أنشط القنوات المهتمة مجال تربية الأنعام، ويتكلم فيها أبو نايف عن شتى المواضيع اللي تخص تربية الأغنام والأمور اللي تهم مربين الغنم. فتكلم في مقاطعه الأخيرة عن تكلفة الأغنام على المربي وخاصة عند الولادة، وقبلها عرض مقطع فيه تغطية للخطة الوطنية لتطوير قطاع الماشية، وصور أبو نايف محاضرة تهم المربين، وقال أبو نايف أنه بيعرض المحاضرة أو الندوة وليته إن شاء الله ينزلها على أساس نستفيد من الخبرات. والموضوع اللي ودي يركز عليه أبو نايف اللي هو قضية نوع المقطع، فبالإمكان تغييرها وتحديد الخيار اللي يخص فئات المقاطع اللي تخص الحيوانات والبيئة، وهذه بتساعد على زيادة انتشار المقطع ورافع مشاهدات. وأيضا أحد المقاطع المهتمة في عرض في الأمور اللي تخص المواشي والأنعام هي قناة حراج عالم الحيوان، ويعرض فيها شتى أنواع الأنعام من الإبل والغنم وغيرها، وما شاء الله مقاطعه تنزل بشكل يومي. حتى الوصف اللي حاطه في مقاطعه شامل فيه جميع ما يخص الانعام المعروضه للبيع، الا انه يحتاج يركز على فئه المقطع ويخليها خاصه بالحيوانات على اساس يزيد انتشارها وترتفع المشاهدات. واما لانتقلنا لما يخص مجال الدواجن، فمنصه اليوتيوب بدا ينتشر فيها الان المهتمين مجال تربيه الحمام، ومن ضمن هالقنوات قناه مربين الحمام اللي قدم فيها عبد العزيز مقاطع للمهتمين تربيه الحمام. وفي مقطعه الاخير وضح للمتابعين ان الحمام اللي يسرف في الأكل المفروض تخفف له، وهو هذا الصحيح. فطيور لا تحط لها أكل إلا إذا طلبت، غير أنها بتؤلفك أكثر وبنفس الوقت ما تزيد الأمراض على طير. الملاحظة اللي يمكن عليه أن الأكل يفضل أن يكون في صحن حوافة مو بخشنة، لأن طير لو تلاحظون أحيانا يمسح برجليه فوق الأكل، وعلميا أن طير عنده مادة في رجليه سبحان الله ساعده على سهولة الهضم. واقترح عبد العزيز صاحب قناة مربين الحمام لمتابعينه عن إعطاء أسامي لبعض الحمام اللي موجود عنده، واعتذر عن كون أن المقطع ما هو بهادف،
وبالعكس فعبد العزيز ما شاء الله عليه كفاية انه يكون متفاعل في منصة اليوتيوب بشكل يومي، وبإذن الله الحملة اللي يبي يوصلها 20,000 مشترك قربت، ونتمنى له ومتابعينه توفيق. وايضا في احد القنوات في منصة اليوتيوب واللي صاحبها مهتم تربية الدجاج، وهي قناة مربين الطيور والحيوانات، ويعرض فيها انواع الدجاج اللي عنده، واحيانا يرد على اسئلة المشتركين، واخر مقطع له شرح طريقة لتنظيف عشش الدجاج، وما شاء الله عليه ابدع واوجز، يعني خلصها في اقل من 6 دقائق. الا ان بعض الملاحظات اللي عليه كثرة القطع البلاستيكية خاصة الاكياس، واللي يمكن كان سبب في مرض اديك اللي كان يبي يسوي عليه تجربة ويخليها اقوى. فاللي ما يدري الطير اذا كل البلاستيك او الحديد فانه ما يتهضم من بطن الطير فيقعد، وهذا يقلل من عمره واحيانا يموت بسرعه. فانتبهوا من القطع الحديديه وخاصه المصديه والبلاستيك. وايضا الملاحظه اللي كانت مثل الموجوده في قناه مربين الحمام، وهو الحرص على وجود صحن اطرافه ما هي بعاليه ولا هي بخشنه، يعني تكون ملسه بحيث الطير يقدر يمسح على الاكل حتى لو وسخ شوي. فالمربي مو ملزوم انه دائما يعبي الاكل للطيور، فانت تحط للطير متى ما احتاج، وهذا بيرفع المناعه عند الطير ويخليك ايضا توفر من العلف. وصراحه نتمنى لصاحب قناه مربين الطيور والحيوانات انه يستمر دائما في تنزيل المقاطع، سواء كانت شروحات او رد على اسئله او ايا كان، لان الفتره ذي او قولوا من فتره الناس طايحين في انهم يربون حيوانات ما لها نفع، وفي بعضهم استغلها وانتفع منها بطريقه ما تخطر على البال. فقناه واحد الاحساء في منصه اليوتيوب عرضت محميه لطيور جمعها المربي خالد الكليب، وبصراحه ابداع. انا لو الود ودي اجيب صاحب قناه مربين الحمام وصاحب قناه مربين الطيور والحيوانات واحط لكل واحد قسم، واحد للحمام واحد للدجاج. فصراحه خالد الكليب في محميته اللي حط فيها طيور شيء ما يخطر على البال، عجيب. حتى السعر لدخول المحمية بمبلغ رمزي جدا، ودامنا في مجال طيور الزينة فأكيد المهتمين بهالمجال وخاصة في منصة اليوتيوب ما يخفى عليهم قناة مطوع المطوع اللي يعرض مقاطع توعوية وترفيهية الخاصة بطيور الزينة. وآخر مقطع له داق خط المكة ومعه الببغاء، واستأجر فندق في مكة واستغرب انهم اسمحوا له دخول طائر، مع بعض الأماكن العامة ما تسمح دخول الحيوانات. وأما عن الأشخاص المهتمين بتربية القطط في منصة اليوتيوب، فقناة قطط يقدم صاحبها شروحات عن تربية القطط والمهتمين بها، وتكلم في مقطع له عن مشكلة يعانون منها مربين القطط، وهي فترة أو موسم التزاوج عند القطط. ويذكر صاحب القناة أن تجيه شكاوي واجد من وجود بعض المشاكل في هالفترة اللي يلاحظون القطط فيها طلع أصوات أو أحيانا تكون عنيفة، وشرح صاحب القناة عن سبب مشكلة هذا الشيء. ففعلا المشكلة هذه موجودة عند أغلب الكائنات الحية، فتأخر التزاوج سواء كان عند الثدييات أو طيور فأحيانا يعاني منها الواحد. لكن يقول كيف تشبع رغبة القطة حتى تتخذ القرار الصحيح متى تزوجها؟ فتعرفون بعض الناس يبي يلقح القطة من سلالة معينة، أو عنده ظرف من الظروف يخليه بأجل. وما قصر الله عافيه حذر من استخدام بعض الأدوية أو الإبر اللي قد تكون خطرة على المربي، ووضح في طريقة ثانية الصراحة كانت صادمة شوي، وهي كيف يشبع رغبة القطة جنسية بواسطة استخدام عود الأذان. طبعا هذه مهبة طامة، طامة أنه جاب سلك السماعة فقام وشرح العملية وطبقها. المصيبة أن اللي ما يدري أحيانا في ناس يشترون أسلاك سماعات تجارية، فطامه لا انشبت الحديدة وش يطلعها عاد. صاحب القناة ما شاء الله عليه واضح انه متعمق في هالمجال، ولو انه يعتبر مجال ما منه نفع. فتربية طيور الزينة والقطط وحتى الكلاب في الغالب تكون خسارة اكثر من انها منتجة، وبامكان استبدال القطط بالارانب على سبيل المثال. فالارانب تقريبا نفس الحجم، وبالنسبة للناس المهتمين بتربية القطط ففي الغالب يربونها لانها شكلها اليف، فالارانب حجمها وشكلها قريب من القطط، وتنفع تربية في المنزل او في الخارج، ويكون لها دور انتاجي بحيث ما يصير مثل ما صار مع صاحب قناة قطط. يوم كثرت القطاوة عنده بحل فيهم، فقام يعرض بعضهم لتبني، والبعض الآخر اضطر انه يشوف للصرفة اما يبيعه ولا ياخذها حد. بس صدقني هذا ما يصير مع الارانب، فالارنب لا كبر في العمر ولا لا زاد الكمية عندك، تاخذه وتذكيه وتصلح لك يوم مندي ارانب ويوم ملوخية بالارانب، وحتى ان شاء الله يعني ما هو بمكلف كثير، خاصة ان ما انت بحريص على انك تجيب له طعام معين، فمخلفات الخضرة والفواكه بدل ما ترمى في الزبالة ياكلها الارنب. وحتى موضوع تربية طيور الزينة، فيقدر الواحد يربي أنواع الدواجن سواء كان دجاج أو حمام أو باط أو حتى سمان، للي ما يبي إزعاج ويبي أصوات جميلة فالسمان صوته جميل وشكله وأيضا طعمه، ولا ننسى أنه من أكثر دواجن إنتاجا للبيض، فبيخدمك في الأكل وفي الأمور اللي تسمونها أنتم هواية، مع أنه ما أدري وش ذا الهواية ذا اللي تخسر الواحد فلوس، غير أنها حرام شرعيا فإنسانيا غير مقبولة، لأن الآن اللي يربون القطط وبعض وأغلب سلالات الكلاب وحتى مربين طيور فإنهم يحفزون الصيادين وغيرهم من الناس اللي ما لهم قيمة في المجتمع، فانت تكون هذه مهنتهم، فبدل ما الحيوانات الأليفة تعيش في طبيعتها فشراءكم لها بيحفز على زيادة الصيادين اللي يجيبونها من أماكن أخرى. وإحنا صراحة مالنا حاجة، خاصة أن فيه بديل سواء كان في الثدييات أو في الطيور. وإلى هنا بترك لكم الروابط في خانة
خانة الوصف، ولا تنسون تشاركون آراءكم في خانة التعليقات وتقييم المقطع بالضغط على زر الإعجاب، ولدعم القناة تفضل الاشتراك فيها مع تفعيل التنبيهات ليصلكم كل جديد.